سر من رأى أرض تروي مجدها. يأخذنا دجلة الآن نحو مدينة سامراء التي تقع على الجهة الشرقية من النهر وعلى بعد نصف كيلومتر. مدينة سامراء الحالية تقوم على أطلال مدينة سر من رأى القديمة. قيل إنها وردت في الكتابة البابلية باسم سيمورم، وقيل إن هذا الاسم يعود إلى أصل آشوري وهو سارمارتا، وذهب بعض المؤرخين إلى أن اسمها بالآرامية سامرا. وسامراء الكلمة تسجيل لتطور هذه المدينة التي بدأ المعتصم بالله أصغر أبناء هارون الرشيد بناءها في عام 221 للهجرة، أي في عام 835 للميلاد. المسجد الجامع الذي أقامه في موقع الجامع الكبير نفسه الذي أسس أيام المعتصم وضاق بالمصلين، مما حمل المتوكل على هدمه وإعادة بنائه من جديد. المسجد الجامع في سر من رأى بمئذنته اللولبية ذات الشكل الفريد في العمارة العربية الإسلامية المعروفة بالملوية. بني هذا المسجد الجامع من قبل الخليفة المتوكل في عام 580 للميلاد، ويعد من أكبر المساجد الجامعة مساحة، حيث تبلغ مساحته 38,000 متر مربع، ويتسع إلى حوالي 80,000 من المصلين، وهو مستطيل الشكل، طوله 240 متراً، وعرضه 158 متراً، ويبلغ ارتفاع جدرانه الخارجية القائمة حالياً 10 أمتار، وله 23 باباً. وكان له ساحة واسعة تتوسطها نافورة ماء للوضوء. أما بيت الصلاة فيتكون من 164 صفا من الدعامات، بينما يوجد في الرواق الشمالي 24 صفا، كل صف من 3 دعامات، وفي الرواقين الشرقي والغربي 20 صفا في كل منهما 4 أكتاف. ويتوسط جدار القبلة محراب كبير مستطيل الشكل، على طرفيه أعمدة تحمل عقدا مدببا، وكانت جدران المسجد مغلفة بالمرايا كما ذكر المؤرخون.
وأحسن ما في بقايا جامع سامراء المئذنة المعروفة بالملوية. وقد ذكر كل من البلاذري في فتوح البلدان وياقوت الحموي في معجم البلدان أن المتوكل كان قد أمر برفعها لتعلو عليها أصوات المؤذنين وحتى ينظر إليها من بعيد، ويبلغ ارتفاعها عن سطح الأرض 52 متراً. والملوية مخروطية الشكل، تستند إلى قاعدة مربعة ويصعد إلى قمتها عبر سطح مائل عريض حولها، وهو يحيطها من خارجها كدوران الحلزون. ويبلغ طول قاعدتها 32 مترا، يبلغ قطر الملوية 6 أمتار. المرقاة الحلزونية الصاعدة إلى القمة تدور حول المئذنة باتجاه معاكس لاتجاه دوران عقرب الساعة 5 مرات إلى أن تصل إلى باب القمة. لقد أدهش منظر الملوية المهيب كل من شاهدها، منهم ابن ولاد الشاعر، فوصفها قائلا: سامية في الجو مثل الفرقد، قاعدة فيه وإن لم تقعد، تكاد من تحويه إن لم يبعد، يغرق من حوض الغمام باليد. المتوكل لم يكتفي بتوسيع سامراء، بل أسس في شمالها مدينة أخرى سماها بالمتوكلية نسبها إليه. وهذا المسجد الجامع الذي بناه المتوكل بالجعفرية يعرف بجامع أبي دلف، نسبة إلى أبي دلف القاسم بن عيسى بن إدريس، وهو ممن اشتهر بالكرم وبالشجاعة.